السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم السابون. في مقطع جديد فقبل ما يبدأ المقطع متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا فوق لو مكنتوش مشتركين، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد عن لعبة ماينكرافت. النهاردة شوية نلعب ماينكرافت، مش هنلعب شوية السيرفر بتاعنا. هنلعب النهاردة تجربة مود البيبي. هل المود ده يا شباب يعني حلو؟ هتنصحوا ان انتوا تجربوه ولا لا؟ ولو كده كمان هسيب رابط المود لو عجبكم تحت في اول تعليق، فتحت في اول تعليق مثبت. فيلا خليك مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. اول حاجة انا ملاحظة ان انت لما بتضرب البقرة بيطلع لك كذا بقرة. فطبعا شباب يعني ده لو انت مثلا عاوز تاكل او عاوز خروف عشان تعمل سرير، او مثلا لقيت خروف مثلا عاوز تجيب كده اي لون خروف او اي وول، فانت تعمل ايه؟ بس تقتل الخروف وكمان ايه ده بقى. وكمان كمان شايف عايز اقول لكم على شغلان ان في هما بيقولوا ان في المود ده دروع بتتطور. فهل الدروع بتتطور ولا لا؟ هنشوف دلوقتي كل حاجة معاكم. ناخد بس الخشب دوت كده يعني في اي بداية ماينكرافتية. انتوا عاملين ايه؟ اخباركم عاملين ايه؟ جربوا تكونوا بخير. خلوا الفيديو ده وصل 5 لايكات ونجرب مودات تانية احسن بكتير من دوت. ولو انتوا عاوزينها يبقوا لي تحت رابط قناتها في ال احط لكم يعني احط لكم ده الرابط بتاعها تحت في اول تعليق، مش هحطه في الديسكريبشن. ليه؟ علشان مش هرجع انا لسه اليوتيوب ستوديو وهروح اعمل مش عارف ايه وايه وهغير في العنوان بتاع الفيديو. لا خليه كده حلو. اول حاجه هنعملها هنعمل سيف وهنعمل بيكاكس. ايه ده شباب؟ السيف جالي متطور. وات ذا هيل؟ قال البيكاكس بتطول يا جماعه. ومن لا اعرف ان في حاجه في الكلام ده يا جماعه. او ماي جاد، خلونا ناخد البيكاكس نجربه دلوقتي. انت بيتا بيتا انت بيتا. اوكي هناخد دوت. مش حاجه نعملها تاني. طب خلونا ناخد دوت كده ونجيب اكس وكده. جبنا يعني الحاجات المهمه. في كمان شوف كده حاجة كمان بس لازم نجربها في الليل، ان هي اذا شوف قرية هناك ان انت تقدر ثانية بس تلديت كده وجيب اكل. يعني اسهل من كده مفيش. 40 اكل 6 59 كده بقوا واحد كده بقوا واحدة زيادة. خلاص تمام جبنا اكل، مش عاوزين تاني. يلا باي. قرر كمان نجرب برضو حكاية الدروع اللي بتتطور ديت. يعني عاوز اجربها كده. اوكي هنحط ده كده هنا. ايوه الدروع هوبا شوف الدروع بتتطور. شوف فعلا ثانية ولا ما تطوروش الشيستبليت والشيستبليت ما تطورش هو والبنطلون والبتاع ده. لازم نمسكهم علشان يتطوروا. تمام يعني كويسين. صحيح اصلا ما شفناش لسه اصلا التطبيقات. نلعب كده وخلاص. خلينا نقول كده خشب دوت. خلينا نشوف نجيب كسب السكر اللي هنا ده. افترض ان يبقى في حاجه كده شباب ممكن الدروع تتدبل. انا لسه شايف السيرفر ملجلج من كميه البقر اللي هنا. ممكن انها تتدبل. مينفعش تدبل. اوكي طب خلينا نطلع. في شباب البيل هناك وفي هنا مثلا. يا اخي الاكل ده كله ايه اللاك ده؟ طبعا ده شوف كل ده من البقر اللي هناك دول. من غيرهم يعني مكانش السيرفر بعمل كده. اوكي خلينا بس نجيب دوت كده. اهم حاجة عندي هي الخشب هنا دلوقتي. اوكي فاوكي شو دلوقتي هنعمل حاجة يعني هيبقى تبقى مذهلة. هل مش السيف عليه لوتينج؟ عاوزين نجرب كده. المفروض ان ايرون جولم يدينا يعني 5 او اكتر. فاوكي فعاوزين نجرب كده. انا بس بجمع الويد ده. مش عارف انا بجمعه ولا انا معايا خشب ده.
خربت اللاج، مش عارفة اجمعه، بجمعه ليه؟ خلونا نقتل ده كده. تعال 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 تعال، ايه الحلاوة دي يا كروي يا حيوان؟ الشباب ده انا نزلته، ما ده مش شوفه مش هيقدر يدخل. بوت ايه ده؟ شباب بيدينا بوت لو احنا نزلنا في المية. واه شباب دي طريقة جديدة بقى كده قتل الايرون جولم، يعني طريقة سهلة جدا. هتروح له بس فرض ان هو ما يقتلنيش اصلا. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يلا دي الحلاوة دي الطعام اختي، شكله حلو يا جماعة كده. وفكاري مشلول يا عم المشلول، ولا نهار اسود. مات 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 مات. ترك تشوف انه ده طلع لي اخر. مهم عاوزين كده شباب نجرب كده ندخل الناس، عاوزين على الاقل الليل يجي كده عشان المفروض عشان نجرب الحياة بتاعتنا. فاوكي بس تليفون مساعدة فدية احمد وربي بانه لم يفضى. فانا بس نجمع مش عارف اللي بجمعه. اه صح انا مجمعتش فحم. اوبا شباب الليل جه الا شباب، عاوزين نجرب الحيلة بتاعتنا. وايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اه علي شرف الاسم، علي نوتن ده وعلي كل حاجة. ده جامد جدا ده يا شباب. اه حاجة مش عاوزين نطلع، وهنطلع نطلع نطلع استنى ليه لما يجي هو جه اصلا. فيلا بس فين هو؟ ربيت اللاج يا اخي اللي في السيرفر. وفي ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ عامل لاج كده السيرفر بس مش عارف هي ايه. ممكن الريندر نجرب يعني مش هنخسر حاجة. فين 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 الفيديو؟ ريندر ستة كده اللاج خف يعني شوية، او خف خالص او مشي خالص. ايوه كده شايف مشي خالص. ايه يا اخي ده؟ في كريبر شباب هناك بقى عاوزين نجرب. هل الوحوش هتختفي لو احنا قربنا منهم؟ ياي وكمان بيطلعوا حاجاتهم. عارفين الشباب ده معناه ايه؟ يعني انا قبل كده شباب كنت مجرب المود ده، وفي حاجة هناك قبل كده شباب كنت بجرب المود ده بس ما كانوش بيطلعوا حاجات. تعالى يلا موت يلا موت 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 كلكم، يلا موت كلكم. اول حاجه بقى نمشي كده نرمي الحاجات الغريبه دي ونروح على الناس. بيقولوا كمان شباب يعني دي حاجه مش مؤكده طبعا، ان انت لو دخلت على الناس البليز هيديك حاجات كتير، بس هيديك 16 بليز اول لما انت تدخل. فهل الكلام ده صح ولا لا؟ خلونا كده نجرب. فين باكت فين باكت فين باكت فين باكت فين باكت. عملنا هو باكت وخلونا ناخد دوت كده. و ثانية في حاجة كمان يا شباب عاوزين نجربها، هل الكوبل ستون بيطلع لك موارد؟ معقول يا شباب؟ للديلو ايه ده يا شباب؟ انا جاني منين جاني منين الجولد يعني والكلام ده كله؟ مهم هنل ايه ده؟ كابستون كابستون. انا ملاحظ ان هو بيطلع اكس بي بس مش عارف بقى هنجثه من نظريت. تتعير ثلاثة لابس اتنر ديستون ستة مش عارف ايه اختي. شباب ده بيطلع بجد يا شباب ولا ما في كذب في الموضوع؟ دول صادقين دول يا جماعة. بس لسه كمان شباب مش عاوزين نطول في الحلقة عشان المساعة بتاعت التليفون خلاص هتموت. فلا بس خلونا ندخل الناس. وفي كمان يا شباب لو احنا ما كفناش الوقت هقدر اروح لكم كمان الاند كده بالكرييتيف بالمرة، وانا لسه كده هنقعد كل ده نجرب موت فهنعمل الكرييتيف اكيد. اخي اعمل ايه يا اخي كرييتيف يا اخي؟ اعمل كرييتيف عاوزين نجرب المود يعني. فهنكتب هنا، لا مش لازم نكتب. ايوه صح مش لازم نكتب. هندور على الاوب اوب 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 سيديان. ايوه هو ده هو ده كده يا شباب. خلونا ناخد نظرات. تاني حاجة عاوزينها هي الاند الاند بورتال والعيون دي ودي.
كمان شايف ما يمنعش ان احنا نجيب كده شايف كده نظر رايت، لا مش نظر رايت. اوكي يلا بس خلونا نعمل ده كده فاينا فا اوكي يا شباب عملنا بوابة النزل المغشوشة مش عاوزين في الانت يا شباب الفلتة دي بتتطور واو حاجات غريبة وعريبة وعجيبة ومريبة مرة نشوفها كده يا شباب مع بعض يعني اقول لكم حاجات كده غريبة ممكن تلاقيها في اللعبة ديت. اوكي خلونا بس اللعبة تحمل ايه ده كسرت البواب اوكي ليه ما رندرش طيب المفروض كده ان هو يديني 16 بليز زي ما هم قالوا ولكن ما ادانيش 16 بليز زي ما هم قالوا يبقى فينا نصب يا جماعه في نصب هنا في نصب كده يا جماعه في نصب اوكي بس انا بس عاوز اعمل اروح ارجع على العالم العادي بس هتفضى وانا في فيديو بس هتفضى يلا يا لاج يا لاج يا زباله يا لاج يا عرة مش عارف الله اعلم هل الشيل ده شايف بيتطور واحد اتنين تلاتة سبحان الله يا اخي I'm breaking winning انا ما بتطورش في حالة التطوير يلا بس على السريع كده نعمل لنا احلى بوابة اند يا شباب احلى بوابة اند في الدنيا يلا بسرعة بسرعة بس تفضل لحد تجربة موديل بيبي هنكسر ديت كسر ديت يحول وهنحط دوت دوت وهنحط دوت ودوت ودوت هنحط دوت ودوت ويلا ننزل على الاند التنين يستسلم اندر دراجون اي ويل ديسترد يو انا هقتلك يا مش عارف ايه ولكن انا بقى لازم انا اجاوب بس انا مش عارف يعني الكلام اللي انا اقوله يعني مش مهم فمش عارف يعني اوكي وبعدين المفروض يعني مود البيبي يعني المفترض ان البيبي مش هيتكلم انتوا ما تفهموش ماينكرافت ولا ايه ماينكرافت انت في ايه ماينكرافت في حاجه يا شباب يعني المفترض ان هو يقول لي يعني انت هتكسبني او يهزر معايا او على الاقل يتكلم كمان او يخلي يعني المود يتكلم هو بص يا شباب ماينكرافت بقى فيها كلام لو انت ما تعرفوش انا اسف انا عرفت يا شباب هم عاملين المود ده اولا هم عاملين المود دوت علشان لو يعني علشان ماينكرافت اخر فترة زفت دوت عملت حاجة كده في البتاع خلت اللعبة تتكلم من نفسها بس هي في السيتنج هنا على ما اتوقع هي المود شات دي اول واحدة فين بس هو نزل اهو نزل الحيوان هنقتل الحيوان دوت كده ولو احنا مع خلونا نجيب شباب كده من حركاته اختي اختي اللي انا عملته ده الزرار ده شباب مجنون على فكره ان انا بستعمله يعني بضربه بالبيكات عاوزين شباب نقتله كده بالجزمه عشان هو ابن جزمه التنين ده يعني بقى كتير ما بقتلوش شايف هو في ايه يعني ناخد دوت كده نزل الحيوان اوكي بس تعالى 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 حيوان هو شباب الام بيبقى مظبوط الام بيبقى مظبوط لو انت عرفته هنا كده طب ما تكسفناش طب تعالى طيب ايوه بس كده طب هي ضربة واحدة بس بليز 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 نو بليز نو ايه ده ايه ده يا ابني انت نازل عشان هو في الواد ده عارفين انتوا شباب الواحد كده لما يرجع من البيت يكون ناسى حاجه كده وهو نازل على السلم يعني انت رايح فين يا ابني بيجي سلم بعده ده ويمشي ولا ايه تعالى يلا كده يلا يلا هيموت 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 قرب يموت قرب يموت فين الجزمه جزمه واعفى نبوت في الدنيا ده باعفى نبوت في الدنيا انا هقتلك تعالى يا حيوان تعالى يا حيوان يا هيوان يا هيوان يلا 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 فاضل له ضربه فاضل له ضربه ضربه دي لازم تبقى بالجزمه ما اتوقع ولو ما ماتش بالجزمه هحيي تاني تعالى تعالى يلا مات بالجزمه يا شباب استني
وعايش ازاي وانا مكسر ابو البوابه بتاعته. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل، قتلنا التنين، ختمنا ماينكرافت يا شباب، بس مش يعني مش هتحسبش ان اغش. فلا جاي كده يكون وصلنا نهايه الحلقه، اتمنى ان عجبتكم الحلقه. فلو عجبتكم الحلقه وعجبكم المود ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه ما كنتوش مشتركين، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، واشوفكم في حلقه تانية. سلام.